عليكم احبيباتي. اليوم غادي نصوبوا الكانون وغادي نعدل شي والديده. السلام عليكم مشاهدين ديالنا الاوفياء، انه كلشي يكون بخير ان شاء الله وعلى خير، والمريض الله يشافيه او لا في عنده شي غمه الله يفاجيها عليه، الله يسهل على كل واحد. المهم دابا غنمشيو بلا ما نطولوا عليكم، غنمشيو نعملوا الكانون. ها كاينه هنا حدا الفرن، حدا الدكان، هذا الفرن ها هي. ما غنصاوبوا الكانون اش كيقتصب لنا شويه في البوطه، ما كنمشي لناش البوطه دغيا الكوزينه، كنصبر لنا شويه حتى هنا في البلاد كلشي عنده الكانون، قليل اللي ما عندوش الكانون. هذا هو حتى الماكله ديالو كتجي مزيانه، عود على العواد، كتجي الماكله لذيذه. وباقي غتشوفوا ان شاء الله مع وصال شني غطيب لكم شي حوايج على الكانون. تابعونا وشكرا بزاف اللي خطيكم علينا، خليكم معنا 17. المهم نعدلو هنايا، نعدلو الكانون هنايا، البلاصه ديالو هنايا، غير يقولوا البلاصه ديالو، وديك الساعه نبنيو انتما غتشوف. برضك الميكاجو راه ليه لا كاين لا كاين عرفتي هنايا، هادي كانت عندي هنا الفورما، هادي اللي كنطيبو فيها الفور، وكان عندي مغطيه بهاد المكة، وتعبت وجات الشتا طيحات طحيتو. هذيك باغا بقات لنا، هذه بقات لنا عندنا واحد هذيك راهي فين هي، هذيك اللي كنحمي فيها دابا ها هي. دوار لكم ليلة تشوفوها ها هي، هنا في الدار ها هي مغطية لتحت في الدار القديمة، هذيك دابا اللي كنحمي فيها. هنا مع تشو هنايا، هادي اللي عملنا باقي ما عندي شي، هذيك باقي عنجيب لها جرامين وعن وعن عن طلعوا عن وقفوا على ريقلو خش ديالك عاد بقى يتاول. قرب شبر هذيك، شبر الكاميرا وقرب لي هنايا باش الناس يشوفوه. كلش لا حيد حيد من ديك هذه وشبروا بيدا. لا لا حي شويه، نهبطوا شويه لتحت باش يبان كلشي. اه دابا مزيان صافي كرشك، انا ماشي نمشي نجيبو حس اللاجورا، اجيبو انتم راه مينا من تحت ونجي. دابا غنحفر لك الترامي هنايا باش نخلطو مع الماء ونطم به الكانون، باش الكانون يجي صحيح وكيجي معوض مبني معوض، فهمت؟ هذا كنقولو حنا امليل، هذا اللي كيطمو به الناس الديار وكيحنكو به وكيملسو اللون ديالو على نور السفورية، كيجي مالس التراب هذا. هذا شي حنا هنا في البلاد عندنا تراب الانواع، كاين تراب على نول الزروقه، كاين تراب بياض، كاين تراب صفار، لا حسب. جي عندك يعاون يوالك. صافي بركة ولا نزيد؟ صافي بركة هذاك وبزاف. المهم غادي نجيبو شي حاجة نعمروه. دابا حنا دابا خلطتو داك شوية الماء، الماء
كل دقيقه خير. التبان علاش كنعملوا معاه التبان؟ التبان باش كيجي باش كيجي صحيح. الا عملتوا شي حاجه ما كيتقطعش ديك الغيصه كيبقى بحال نقولوا بحال السريه السيمه اللي كيعملوا لها الحديد كتبقى مشكله كذلك التبن كيشكل الغيصه كيبقى صحيح هو تما وصافي خطر مراد هاد الجوره حتى شي صحيح لا تعملتو من القن ديالو شي صحيح هذا ما ينعاد كباس خليش ماشي طاحت هذوك انا حيتهم باقيين على الريقلو ماشي اجي 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 شبار لا اجي اجي كابنتي شبارة عطاك شبار واش ملي تحط شي طاجين هنا ولا شي مقلاة ما تجيش يميل لواحد الجهة تجي مريقلة هايتا شبار نصو صحة منه شتيه بيض ولا كيداك الشاف الغاز كاينه قليل يدين والله العظيم الا الغاز كاينه قليل يدين الغاز اللي يدين بحال الماسك والله الا بحال شي ماسك بالله راه هذيك السطاله راضيه ان شاء الله تنجي بسم الله صافي خسر لك السطال من برا واخا كي تغسل وجهي دابا عمرلك هذا؟ اه هنا عيني عقد النعنع مريم خدامة كتفرج لك في اليوتيوب في التليفون كتدي لك هالميكر اي والله كبرت من الداخل مخبعين كيتفرجوا فيها هاك في 10 دراهم اللي عمرت هذا كله لك خير انا ديالي مغسوله وانت كتحط لي عليها ياكلها الرمله قبلتيني بهرة بهرة خبرنا شو مالك كاين غفول خصنا غير نعمل الحلو الله يرحمنا بالشفاء امين يا با ميما الناس غنعملو البصلة نعملها شبقة في الاول مين انا كاين فول خلي بيه العيال سيبو الخلايل بالحوايج تاع الدار ما عرفتش الجمعة ما شفتهمش هادوك طاحو من السطح نشريهم بالفلوس وانت راه خليهم شي يجي. اخبار بالفلوس. لا والله هاملس خبها عليا. الرباع عاد مسطين نتوما والله. واحد طماطيش. هذا كبير خالص. كبير بزاف. فين؟ هذا. المهم انا طماطيش كنعملها بالقشور ديالها. وقعد الطاجين. انا قشرتها. شرب به البغاء. اه شربنا وايلات هذيك الكسيبه حتى كبي دخلوا بحالو كنربوا الحواله للعيد مزيان ايوا ضروري جبان هذه البلاد التربيه هذه الحواله شنو باقي فيها باقي تربي هذه المشيه وصافي من هذه ملي راه مرباش المشيه هنا اش باش يعمل لا شرك هذاك الطاج تبارك الله عندك بزاف عايده مريم انصاف خلي العيال يلعبوا راهم تحت اللقومه يلعبوا خليهم عند معايا يطيحوا مش عندنا شي حاجه الا طاحوا يطيحوا ينكروا في التراب مع راسهم وينوضوا الحمد لله انا على التراب لعبوا في التراب لا يوقع له العيال اللي سمحت فيهم وخليت من كعطو ينكور وما يوقع لهم والو ولا عملت بالك معاهم وخفت عليهم ما يوقع لهم كيوقع لهم ومشي مشيش عنا سمعنا العويدات العويدات هذاك الشغل ديالك ماشي ديالي
ما يسالي ماذا ماذا وجد العمارة طاطي نسير ترش على الكانون ديالها وتخرج ديالك. انا اللي عليا عملته انا الكانون صاوبته معاه وراه قلته الشغل ديالها ماري يطلب شوفي المشي مريم لا مشى لا هواده ولكن شوف هاد الطاجين الاولاني هاد الطاجين الثاني شي يقول مشى فيها شي يقول هاي قبطة الدابة تواجر فينا واخر يلعب فيها حتى تهدن شي حاجة باش يرجعوا على الكشطار ويبقى عيها العود الغليظ هذا الكبير باش يطيبنا الطواجع على خاطرهم يعني. هاد الشباك هذا هذه فوقانية ديال المجامر ديال البوطة باش نعملها فوق الكانو باش يدهز جوج طواج مع بعضهم باش ما حتاش نزيد لشي عود اخر ولا شي حاجه. محمد جاء عمة الله يكل حبايب. المهم ها الطاجين دابا وجد واحد مشى واحد هو هذا هو بالصحة والراحة حقكم في الجنة إن شاء الله يا ربي. احنا تغبينا الطواجن مشاو الصراحه ما كاينش بحط على العواد في الكانون والله العظيم كتحس بواحد المذاق هائل اقسم بالله بحال المذاق ديال العود ما كاينش بحالو كناكل الماكله صحيه ماشي بحال ديك الماكله ديال الغاز. احنا دابا كناكلوا الماكله على الغاز على البوطه وكناكلوا لهذيك وكنعرفوا شنو كاين ماشي غير كنهضروا راه فرق كبير والفرق كبير الصراحه الله يعني والناس اللي كياكلوا الماكله ديال الكانون راهم عارفين شنو اللي كاين. نتمنوا هذا الفيديو يعجبكم وشكرا للناس اللي متبعانا وانتم هما كل شيء وشكرا بزاف الله يرحم الوالدين راكم في القلب التشجيعات ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم كل شيء زوين زوين والله الا بوبو كتفرحوا لي انا بزاف 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 عرفت كنقرا الكومونتيرات ديالكم كاملين ابوجور ديالكم كنقرا والضحك ابتسامه على وجهي الا فرحتونا غاوصال مبارك علينا انا يا الدنيا هانيه اللي كما قلتوها الهناوات مقبوله ومرحبا بالناس اللي انضموا على القناه عن جديد واللي يلا اول مره تشوف القناه ديال علي ويصال ما تنساوش تشاركوا معنا في القناه
وتبارطاجوا مع الحباب ومع الصحاب والخوت ومع العائله. يلا تهلاو في راسكم. الله في راسكم، دمتم في رعايه الله وحفظه. هندسه الجويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.